بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن بحول الله تعالى سنقف متأملين لبعض آيات من سورة النحل ذبي لزبل. يقول مولانا في الآية 84 مخبر لنا أن هناك بعث لا محالة، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. العياذ بالله، يعني مسكرة قدامك يا كافر يا منافق ويا ملحد ويا ريبي. ربي شوية يجيكم من العلم في البيولوجيا في عالم الفضاء، شو يجيكم من العلم؟ عندكم شيء؟ الظن يغلب على اليقين. ما عندكم من كيما تقول انت اخلاق سيئه، قالوا عنه شعر وهو مناظر الاحيان يدفع الى البعد عن الله، وتراهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. شنو يعني؟ يعني هذا يوري بروحه اللي تنطخه كيف واحد اجلب او يعطيك البيت الشعري الفلاني او يعطيك شكون عمل اللوحه الفلانيه يجي يبني بيت. هو اغلب الاحيان مريض نفساني. احنا نعرفوا اللوحات اللي نخدموا بهم باش نفهموا بعض حقائق المروة، يقولوا هذا مصاب بسكيزوفرينيا تشظي الوحدة، هذا تشظي الشخصية، هذا ما أنا العياذ بالله أدى به إبليس إلى انهيار قد يوشك أن ينتهي بالانتحار والعياذ بالله. يا ناس المشي قال لك يوم يعني لابد منه ما يخطبك، ما حدش ربي عن أي شيء إلا ويكون الشيء حق، ومن أحق بعلم الشيء من الله سبحانه وتعالى. ويوم نبعث من كل أمة، يعني أمة عربية غريقية ريت بنتي، كل جنيراسيون كل جيل إلا ويبعث ربي من يشهدوا لهم أو عليه. احنا معنا كان اللي مش يشهد بالحق على ما كنا عليه من يقين في رب العالمين واستسلام لأمره والانتهاء عند نواهيه. فشهادة من يشهد لنا تكون شهادة لنا لا علينا. هل فهمتم بعض ما جاءت بهذه الآية الكريمة؟ لا نظن، لكن نسأل الله أن يغير حالكم حتى تفهموا ربما خير منا. والسلام على أهل الإسلام.